ابو ملهي ما شاء الله عليه مشتد الايام خارشك اللي صار البارح. هو مو بخارشني للامانه لكن الاجتهاد لابد منه. نعم اي لابد منه. هو انا شخص مجتهد للامانه يعني من اول, يعني مو بشيء جديد. طيب بس على اجتهادك هذا يا ركان, يقول ان عندك جرائم. يا ساتر ايام الطفوله. نعم يقول عندك جرائم. مجرم ايام الطفوله. مجرم يقول نبي من جرائم ركان في الطفوله, يعني تنسيم كفرات لسياره جيرانه. يقول ماضي من براءه, ماضي البراءه والرفاهيه. والله كانت احدى هواياتي سرق مفاتيح السيارات وتشغيلها والهروب فيها. يعني كذا عين عين. هذا كانت احدى هواياتي. كم كان عمرك يوم تسوي ذا الاشياء؟ كنت في الابتدائي. عرفت الشغف اللي ودك تسوق سياره وال... اي اي كان هذا الشغف اللي عندي. في البر ولا في الديره؟ لا والله في عيب عليك, ما اسوق الا داخل الديره. في البر هذه خالصين منها. الله من عاد امريكا صنادق احنا نسوق في البر. اوه امريكا صنادق يا اخي شلطان, حتى اللي يلعبون بيلوت من عاد امريكا خلاص. والشيء الثاني كان احد طموحاتي يا طويل السلامه اني للامانه كنت ابي ادخل بيت جيراننا بس ما بعرف كيف. فكنت افكر انه شلون ادخل, متى ادخل, اذا احد بيطلع مثلا صلاه ولا شيء منهم. باب فاتح تدخل. اي لان في عندهم شو اسمه. ايوه كان بسالك ليش تبي تدخل؟ اي لان عندهم مجموعه طول السلامه, مجموعه لا ما لقيتها العاب, مجموعه حيوانات من ضمنها طول السلامه, من ضمنها الطاووس. أوه. كان شكله غريب عرفت؟ اول مره حياتك تشوفه. اي اول مره شفته. انا شو تسميك انت؟ طاووس. طاووس اسمك طاووس. والله العظيم كنت تسميه حمام. والله العظيم اني كنت اسميه كذا. كانوا يطقطقون علي اذكر على الاسم ذا. انا سالتك كاني اعرف طفولتك, والله اني سالتك كذا. اي وهذا الحلم تحقق. شفت الطاووس؟ لا لا دخل دخلت البيت. انت ركز معنا. هو انا كان ابي الطاووس بس ما رحت للطاووس. طيب ركان خلي الطاووس على جنب. انت ايش لحظات صعبه ليله البارحه؟ نعم ليله ال اي نعم ما قبل البارحه. ما قبل البارحه عفوا. ممكن توصف ان هذه هذيك الوقفه قبل